السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو رح نحكي عن Chapter 1. Chapter 1 من مادة Computer Skills. Chapter 1 هو عبارة عن Introduction. Introduction about the computer. رح يكون في أكثر من Part لهذا الشابتر. البارت الأول رح يحكي عن الكمبيوتر in general. إيش هو الكمبيوتر؟ رح نحكي عن المين Part of Computer as a Hardware, Software, الديفايسز المتعلقة فيها، أنواع الرام إلى آخره من هاي المعلومات. عبارة عن electronic device. هاي الديفايس في عنا mainly three parts of the computer: input, output, and processing units. Input unit, output unit, and the processing unit. الكمبيوتر in general إنه إحنا عم نتلقى data من خلال input devices مثل المايكروفون، مثل الكيبورد إلى آخره. في عنا different input devices راح نحكي عنهم later. هاي الـ information أو data اللي بتدخل على الكمبيوتر من خلال input units راح ينعمل لها processing معينة. هاي processing راح تكون اعتمادا على rules احنا بنسميها program أو software. هي مجموعة من الـ instructions تتحكم بطريقة شغل هاي الداتا. اعتمادا على هذا البروجرام او اعتمادا على هاي الانستركشنز راح يكون في عنا اوتبوت. هذا الاوتبوت في اكثر من طريقه لتخزينه، فهي اما انه بتتخزن فور ذا فيوتشر يوز حتى نستخدمها لاحقا في الكمبيوتر، ممكن على هارد ديسك، ممكن على اي شيء احنا بدنا نخزنه، ممكن تطلع از ا فويس مثلا، فاحنا ممكن نستخدمه لاحقا. طبعا مثل ما حكينا انه عندنا الكمبيوتر بيتكون من 3 parts او خلينا نحكي المراحل البروسيسنج. في عندنا 3 مراحل. هلا في عندنا هون عندنا الداتا. هاي الداتا بتدخل الكمبيوتر عن طريق مثل ما حكينا اللي هي الانبوت يونتس باي طريقه، ممكن اذا كان فويس عن طريق المايكروفون، ممكن انه عن طريق الكيبورد اذا كانت كتابه. بعدها راح تكون في عندنا اللي هي عمليه بروسيسنج. هاي البروسيسنج بتتم جوا الكمبيوتر، طبعا بتتم من خلال شيء احنا نسميه بروجرام، اللي هي عباره عن مجموعه من الانستركشنز راح تشتغل بطريقه معينه حتى بتنتج لنا الانفورميشن. يعني هون في عندي الانبوت بيكون داتا، الاوتبوت هو عباره عن الانفورميشن. فالفرق ما بين الداتا والانفورميشن، الداتا هي شيء غير معالج، معلومات مخزنه ولكن مش معالجه بحيث انه ما ممكن احنا نستفيد منها، بينما الانفورميشن هي معلومات انه احنا ممكن نستفيد منها، ممكن بيكون لها جول معين، مثلا ممكن تكون معمولها اوردرينج، كاتيجورايزيشن، حسب هاي الداتا اللي احنا بدنا اياها او الشيء اللي احنا عم بندور عليه. بالتالي الكمبيوتر كومبوننت، احنا اذا بدنا نطلع على الكمبيوتر بدنا نحاول نقسمه ل تو كومبوننتس، بالتالي احنا ممكن نقسمه ل هاردوير اوكي از ا سوفتوير. هلا رح نحكي عن الهاردوير ورح نحكي عن السوفتوير ايش بالضبط احنا بنقصد. هلا الهاردوير ببساطه هي عباره عن الفيزيكال اليمنتس اللي بتشكل عنا الكمبيوتر سيستم، الاشياء اللي احنا بنسميها ملموسه احنا بنقدر نلمسها، مثل الكيبورد، مثل سكرين، مثل الماوس، البرينتر، الكيس ان جنرال، الوايرز، كل هاي الاشياء احنا بنسميها عباره عن هارد وير. فهي الاشياء اللي الملموسه او الفيزيكال اللي بتشكل عنا الكمبيوتر. هلا هون اذا بتلاحظوا في عنا اكزامبل على الهاردوير. لاحظوا هون في عندي المونيتور اللي هي الشاشه، في عنا مثلا هون عنا المودم، هون عنا السيستم يونت اللي احنا بنسميها الكيس اوكي، في عنا الماوس، في عنا الكيبورد، في عنا السبيكرز، هاي عنا السبيكرز مثلا هون، في عنا مثلا البرينتر. اي شيء احنا بندمجه مع الكمبيوتر وبيكون عباره عن شيء فيزيكال وي كان تاتش ات، بالتالي هو عباره احنا بنعتبره هارد وير. هلا نيجي على الكومبوننت الثانيه اللي بتشكل لنا الكمبيوتر. حكينا عن الهاردوير، هلا بدنا نحكي عن السوفت وير. السوفت وير هي عباره مثل ما حكينا قبل شوي، هي عباره عن مجموعه من الانستركشنز، تعليمات اللي بتتحكم في شغل الكمبيوتر اوكي على داتا معينه.
فهي مجموعة من الانستركشن مع الدوكيومنتيشن. المقصود هون في الدوكيومنتيشن اللي هي بتكون في عنا احيانا انستركشنز او تعليمات تحكي لنا كيف احنا ممكن بنشتغل على هذا الكمبيوتر. فهي عبارة عن مجموعة من الانستركشن والاسوشيتد دوكيومنتيشن. وان جنرال في عنا نوعين من السوفت وير، في عنا السيستم سوفت وير وفي عنا ابلكيشن سوفت وير. هلا لاحظوا هون عندنا السوفت وير زي ما حكينا، في عندنا نوعين، حكينا الابلكيشن سوفت وير بالاضافه للسيستم سوفت وير. يعني هون في عندي السيستم سوفت وير وفي هون عندنا الابلكيشن سوفت وير. هلا الابلكيشن سوفت وير في كمان عندنا نوعين، في عندنا الجنرال بيربوس بروجرام اللي هي بتكون الابلكيشن اللي بتنعمل بشكل عام، اي شخص بيقدر يعملها عمليه انستوليشن وبينزلها وبيستخدمها. وفي عندنا الابلكيشن سبيسيفيك بروجرامز اللي هي الابلكيشن اللي بتكون لها جول او غرض معين، زي ممكن يكون ابلكيشن خاص في جامعه، ابلكيشن خاص في عياده الى اخره من هاي الانواع. الجنرال بيربوس بروجرام مثل فور اكزامبل الاوفيس. هلا النوع الثاني من الكمبيوتر سوفت وير اللي هو السيستم سوفت وير. السيستم سوفت وير شوي اكبر واعم، في عندنا كمان نوعين، السيستم مانجمنت بروجرام والسيستم ديفلوبمنت بروجرام. هاي الانواع، خلينا نحكي الابلكيشن والسيستم. الابلكيشن له نوعين اللي هم الجنرال والسبيسيفيك، والسيستم في عندنا المانجمنت والديفلوبمنت بروجرام. هلا بنيجي على الكمبيوتر يونتس، او خلينا نحكي المين كومبوننتس او اليونتس اللي بتشكل الكمبيوتر بشكل عام. لو بدنا نطلع على الكمبيوتر بشكل عام على اليونتس اللي بتشكله، في عندنا مجموعه، في عندنا الانبوت يونتس. الانبوت يونتس اللي هي اليونتس اللي بتكون خلينا نحكي بتدخل الداتا من خلالها للكمبيوتر. في عندنا السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونتس اللي هي وحده المعالجه المركزيه، هي اللي بتكون بتتحكم بشغل الكمبيوتر ان جنرال. هي احنا بنشبهها بالبرين، بالعقل اللي هي، لانه هي اللي بتنفذ الانستركشنز كامله. في عندنا البرايمري ميموري يونت وفي السيكندري ستورج يونت. البرايمري ميموري يونت هي الميموري اللي بتكون جوا الكمبيوتر نفسه، السيكندري هي اليونت تاعت التخزين المساعده او الثانويه اللي احنا ممكن نعتمد فيها في حال احتجنا لستورج از سيكندري يونت. وبالاضافه عندنا الاوتبوت units اللي هي ال units اللي من خلالها احنا ممكن بنشوف الانفورميشن اللي تمت معالجتها. هلا هون عندنا in general ال hardware parts of the system units. في system units في عندنا خلينا نحكي مجموعة كثير كبيرة من ال hardware parts. مثلا عندنا هون الكيس، في عندنا CD-ROM. ان جنرال يمكن شوي CD-ROM صراحة كان قديما، حاليا اغلب الاجهزة عندنا خاصة اللابتوبز مثلا الجديدة ما بتعتمد على السي دي روم، يمكن لأنه قل الاستخدام بشكل كثير كبير. أغلب الناس حاليا عم تعتمد على الداونلود من الإنترنت، يعني صار نادر نوعا ما استخدام السي ديز. السي بي يو أو البروسيسور، في عنا الفان اللي هي المروحة التبريد الخاصة في الكمبيوتر، في عنا المودم منشان الإنترنت، عنا الميموري، في عنا مثلا الكيبورد، الماوس، الهارد درايف، السي بي يو فان حتى بتحافظ على شغل السي بي يو. في عندنا المونيتور اللي هي الشاشه الرئيسيه، الباور سبلاي، المذر بورد. المذر بورد هي يعني جزء جدا مهم، احنا بنسميها اللوحه الام، جدا مهم في عمل الكمبيوتر. في عندنا النتورك كارد، اوكي. بالاضافه في عندنا طبعا احنا بنعرف هاي كرت الشاشه وكرت الانترنت وكرت الفيديو، في السبيكرز، في عندنا زيب درايف، الفلوبي درايف. الفلوبي درايف كمان حقيقة يعني اندثر منذ زمن، يعني بطل حدا تقريبا يستخدمه، لكن حاليا مع تطور التكنولوجي احنا يعني هاي الاكثر شيوعا مثلا او استخداما قديما حتى، يعني لا تعتبر حاليا. لكن حاليا في عندنا كثير other parts of the hardware، خلينا نحكي انه اصبحت جديدة مع تطور التكنولوجي، ممكن انه بيطلع لنا كمان hardware parts ثانية غير هذول الموجودين. أول إشي خلينا نحكي عن الـ Input Devices. الـ Input Devices هي عبارة عن جزء من الكمبيوتر هاردوير. ببساطة مهمتها إنه هي من خلالها إحنا بندخل الداتا بطريقة معينة، وبيكون مهمتها إنها بتأخذ الداتا اللي تم إدخالها عن طريق الـ Input Devices زي الكيبورد مثلاً أو الماوس، أوكي، أو مثلاً السكانر لما إحنا بندخل ورقة عليه مثلاً. فهي بتعمل ترانسليت لهي الداتا اللي دخلت على الانبوت ديفايسز وبتحولها لفورمز، بحيث انه الكمبيوتر ممكن انه يتعامل معها او ممكن يعمل له بروسيسنج او ممكن انه
يعني understand it. فال input devices بشكل عام هي عبارة عن hardware، أوكي، بتأخذ الداتا من الهيومن بطريقة معينة، ممكن تكون يعني مثلا كيبورد أنا بدخل هنحكي كتابة عليه، المايك في عنا ساوند مثلا وإلى آخره، فهاي الأشياء من خلالها بتدخل على الكمبيوتر بحيث إنه بتحوله لشيء معين، بحيث إنه لسيجنالز مثلا، بحيث إنه السي بي يو بيقدر إنه بتعامل معها وبيعمل لها عملية البروسيسنج. هلا هون عندنا الكمبيوتر يونتس ان جنرال، لاحظوا هون في عندنا الانبوت ديفايسز، اوكي، زي ما حكينا زي الكيبورد والماوس والمايك، وفي هون عندنا الاوتبوت ديفايسز زي السكرين مثلا او الساوند لما انا اسمعه من الكمبيوتر، اوكي، او البرينتر مثلا. هلا هون عندنا حتى الانبوت ديفايس بتاخذ داتا بتدخلها على الكمبيوتر، بتدخل على هون في عندي حتى بيتم معالجتها. هلا حتى بيتم تحويل المعلومات اللي دخلت لطريقه بفهمها الكمبيوتر، بيكون في عندي انترفيس، الانترفيس اللي هي زي الواجهه اللي بيتم يعملها في عمليه ترانزليشن بالتب، حيث انه السي بي يو بفهم هاي الداتا، اوكي، بعدها السي بي يو راح يعمل لها عمليه معالجه معينه within instructions او within يعني من خلال بروجرام معين. حتى بيتم هاي المعالجة ممكن يحتاج للميموري، في عنا الرام وفي عنا الروم، بيتم تخزينهم بشكل معين، تمام، كل هاي الأشياء طبعا موجودة على شيء اسمه المذر بورد. بعدها بياخذ هاي الداتا، بعد ما بيعملها بروسيسنج بتحول لشيء اسمه انفورميشن، من خلال الانترفيس بحول الانفورميشن لطريقة بفهمها مين، بفهمها الهيومن. فأنا مثلا بشوف الكلام مكتوب فبقدر إني أقرأه، أو بسمع الساوند فهي شيء أنا بقدر إني أفهمه as a human. طبعا بالإضافة في خلال عملية البروسيسنج هاي ممكن أنا بحتاج إنترنت، في عندي نتورك كارد، في عنا المودم كارد، داتا ستورج مثلا زي الهارد ديسك فور إكزامبل. بالإضافة إنه في عنا أحيانا بتكون بحاجة لكوميونيكيشن، خاصة إذا كنت أنا عم بشتغل على الإنترنت. هلا هون عنا إكزامبل عن إنبوت ديفايسز، مثلا عنا الكيبورد، عنا الجويستيكس في حال إذا كنا بنلعب جيمز، في عنا المايك، في عنا ديجيتال كاميرا، الويب كاب لما أنا بشغل الكاميرا مثلا فبدأ تنقل صورتي، السكانر لما بدي أحول الورقة مثلا لإشي لديجيتال فورم، في عنا الجرافيك تيبلز حاليا، البين خلينا نحكي اللايت بين، ريموت كنترول، الماوس، التاتش سكرين، هي كمان انه انا عم بدخل هون لا عم بستخدم لا ماوس ولا كيبورد، في التاتش سكرين مثلا، هي كمان كل هاي الاشياء تعتبر اكزامبل على الانبوت ديفايس. ومثل ما حكيت انه احنا لا نقتصر على هاي الانبوت ديفايسز، دائما مع تطور اي تكنولوجيا ممكن بيظهر عندي انبوت ديفايسز جديده. هلا الكيبورد هو اكزامبل على الانبوت ديفايسز، احنا من خلاله بندخل مثل ما حكينا الاحرف مثلا او الكلام. هلا الكيبورد ان جنرال بشكل عام الستاندرد، طبعا كيبورد لاي اوت ان جنرال، في عندي هذول الكيز بتحتوي اما الالفابتس كيز اللي هي الاحرف مثلا، تمام، من A to Z for example. في عنا النيوميريك كيباد اللي هي الأرقام النمبرز من 0 to 9. في عنا الفانكشن كي F1 F2 حتى F12، هذول الفانكشنز كي لهم شغل معين، كل خلينا نحكي كبسة منهم بيكون لها شغل محدد. الموديفايرز كي اللي هم زي الالت والكنترول والشيفت، هذول احنا عادة نسميهم موديفاير كي لأنه زي لما بنعمل الت مع شيفت، لما نعمل كنترول مع كذا، او مع الت الى اخره، فهي بتأدي فانكشنز كمان معين. وفي عنا طبيعي اللي هي الكيرسر موفمنت، لما انا بعمل with my fingers عليها ممكن انها بتتحرك، بالتالي انه انا بستغني عن الماوس من خلالها. هلا ان جنرال، هلا ان جنرال انه الكيبورد اغلبها بتاخذ نفس الستاندرد لاي اوت اللي هو احنا المتعارف عليه، انه في عنا 100 كيز، اوكي، تقريبا. وبالإضافة إنه أغلب الكيبورد بتأخذ هاي اللاي أوت، هاي هي QWERTY. هلأ هم سموها بهذا الاسم لأنه ببساطة دائما أنت ممكن تطلع الكيبورد عندك سواء على اللابتوب أو على الديسكتوب، راح تلاحظ إذا كان الأول الأحرف أول 6 letters كانت هذول هم الأحرف، فبالتالي أنت عندك الستاندرد لاي أوت، فهم سموها بهذا الاسم للدلالة على إنه هذا يعني اي كيبورد عند اي حدا المفروض انه بيحتوي على نفس الاوردرينج ونفس الكيز اللي موجوده. هون اذا بنطلع
هون إذا بنطلع لاحظوا في عندي يعني لاحظوا كيف هون عنا إنه إحنا عم نطبع مثلاً لما إحنا بندخل باسورد. أوكي تمام. هلأ هون لاحظوا في عندي هون مثلاً هذول الفانكشن كي from F1 to F12 طبعاً هذا الستاندرد لي أوت برجع بحكي. هلأ هون عنا مثلاً الألفابيتكس. أوكي هلأ هون عنا الأرقام from 0 to 9. هلأ هون عنا الكيرسر موفمنتس كي إنه إحنا ممكن نتحكم في الكيرسر من خلال في عنا الهوم مثلاً بنروح فيها لأول البيج اللي إحنا فاتحين عليها الإند لآخر البيج وهكذا. في عنا هذول النيوميريك كي باد بالإضافة هون عندي السبيس وهذول إحنا بنسميهم الموديفاير كي كنترول شيفت ألت وهون كنترول شيفت ألت بالإضافة للإسكيب. أغلب أو كل الستاندرد لاي أوت بتكون تحتوي على هاي البارتس أو تحتوي على التقسيمة هاي بنفس الترتيب. هلأ هون إكزامبل على إنبوت ديفايس حكينا مثلاً مثل الكيبورد عنا الماوس عنا المايك عنا الكاميرا عنا السكانر التاتش سكرين التاتش باد الكيبورد البين إنبوت الجويستيك الديجيتال كاميرا الوايت بورد الإلكترونيك وايت بورد مثلاً الباركورد ريدر هاي الموجودة مثلاً في المولز اللي مثل ما بدنا نقرأ information عن product معين أو البرايس مثلاً الجيم باد. كل هاي الأشياء تعتبر input devices وإحنا ممكن لما بنطلع على أي device ممكن نميز إنه هل هي input إذا كانت هي بتدخل information للكمبيوتر هي تعتبر input device غير هيك ممكن إنه إحنا بنصنفها ل output أو processing. هلأ بنيجي حكينا عن الـ input device بالـ previous slides. هلأ بنيجي نحكي عن الـ CPU اللي هو Central Processing Unit. CPU هو وحدة المعالجة المركزية. في CPU إحنا بنسميها المايكرو بروسيسور أوكي أو البروسيسور. هي ببساطة يعني هي اللي بتكون فيها الـ instructions أو البروجرام اللي بتعالج عنا بشكل عام أو بتحول الـ data اللي دخلت عن طريق الـ input device حتى بتحولها لـ information بقدر الـ human إنه بفهمها بطريقة معينة. فهي مسؤولة عن كل الفانكشن والبروسيس اللي بتتم داخل الكمبيوتر. أوكي هلأ نيجي نحكي عن إشي اسمه الكمبيوتر بورتس. الكمبيوتر بورتس إذا كان عندك ديسكتوب حاول اطلع على الكيس من وراء رح تلاقي إنه إحنا بسموها بالعربي منافذ. رح تلاقي إنه في عنا بورتس بهذا الشكل. واللابتوب رح نلاحظ على الجنب اليمين والشمال رح نلاحظ أشياء مثل هيك. هلأ هاي إيش مهمتها؟ هي عبارة عن كل واحدة بتحدد عبارة عن مكان معين. هذا المكان بقدر بوصله بإشي فيزيكال يعني بجزء من هاردوير أو ديفايس ثاني ممكن إنه بيفيدني في عملي. فمثلاً إنه أنا إذا بدي في عنا مثلاً على سبيل المثال هون للسبيكر إذا أنا بدي أشبك السبيكرز أنا بحطهم هون. إذا بدي أشبك مثلاً مايك بحطه هون. إذا كان في عندي جيم بدي ألعب على الكمبيوتر على جيم مثلاً في عندي هون جيم بورتس. في عنا مثلاً للمودم في عنا هون الإيثرنت إذا أنا بدي أشبك على إنترنت عن طريق الـ ADSL. هون عنا للماوس هون في عنا للكيبورد هون إذا بدي أدخل USB في عندي مثلاً فلاش في عنا. ففي عنا يعني in general أغلب الكمبيوتر سواء كان ديسكتوب أو كان لابتوب بيحتوي على هاي البورت وضروري إنه بيحتوي على أغلب هاي البورت. بنرجع للCPU. CPU components CPU من جوا خلينا نحكي انه هو مقسم ل 3 main parts. في عنا شيء اسمه الـ ALU control unit والregisters. هلا الـ ALU اللي هي arithmetic logic unit اللي هي الوحده المعالجه المنطقيه تمام. وفي عنا الـ CU اللي هي control unit وفي عنا الregisters اللي هي بتكون زي نسميها بالعربي المسجلات اللي هي بتخزن داتا انه بيكون انه احنا حاليا عم نعمل لها بروسيسنج او حاليا عم نشتغل عليه. هلا راح نحكي الفانكشنز او الفانكشناليتي لكل واحدة منهم ايش اكزاكتلي انها بتشتغل. اول كومبوننت للسي بي يو هي الاي ال يو اللي هي الارثمتيك لوجيك يونت. الارثمتيك لوجيك يونتس من اسمها هي مسؤوله عن تنفيذ الاوبريشن الخاصه في الارثمتيك الاشياء الحسابيه او المنطقيه. الارثمتيك لما بنحكي arithmetic calculations المقصود فيها العمليات الجمع الضرب الطرح الديفيجن كل هاي العمليات خلينا نحكي الحسابيه. اللوجيكال اوبريشنز اللي هي الاوبريشن المنطقيه لما انا بدي اقارن اعمل comparison between two numbers مين اكبر من الثاني مين بيساوي الثاني مثلا. اذا بدي اقارن بين letters احنا الاحرف بيتم المقارنه فيها على اساس شيء اسمه الاسكي كود
أو اليونيكود، أو إذا كان في عنا special characters. فهي logical operation شيء له علاقة في عملية comparison، أكبر أقل يساوي أقل أو يساوي، كل هاي الأمور إنها تنفذ في عنا في الALU. هلأ بنيجي على حكينا عن الALU، بنحكي عن control unit. control unit هي وحدة التحكم. هلأ من مهماتها أنه هي بتتحكم بشغل الكمبيوتر كومبوننت بشكل عام، هي زي المنسق أو المانجر، فهي بتعمل كنترول كوردينيت للكومبوننت تاعت الكمبيوتر. هلأ إحنا بنعرف إنه الكمبيوتر بتتم عن طريق إنه في عندي بروجرام، هاي البروجرام هي في مجموعة من الانستركشن، هي بتتحكم بشغل هاي الانستركشن. فهي طبعاً الانستركشن إحنا هي عبارة إحنا نسميها في لغة الكمبيوتر كود، فهي بتقرأ الكود لأي انستركشن حتى إنه بتنفذ. بعدها في عنا احنا اشي اسمه نسميه البروجرام كاونتر، اللي هو زي عداد للانستركشن عشان انه بتوجهه للنكست انستركشن، بتعمل انكريمنت لهذا الكاونتر. بعدها اذا كان في عنا بحاجة لديتا، هاي الديتا مثلا موجودة في الميموري، فهي بتحاول انها بتقرأ هاي الديتا من الميموري اللي مخزنة فيها، بالاضافة انها بتزود الALU او الريجستر في الديتا اللي ضروري انها بتخزنها عندها. فإذا كانت الانستركشن بحاجة أنها بتتعامل أو بتأخذ ديتا من الALU أو مثلاً هاردوير معين، فهي بتعطي انستركشن لهاي الهاردوير حتى بتكمل هاي الأوبريشن. الريجسترز خلال تنفيذ أي برنامج إحنا في انستركشنز معينة راح تتم، هاي الانستركشن حتى بتتم بطريقة معينة، إحنا في ديتا أحياناً تيمبوراري بدنا نخزنها حتى بنستخدمها واحنا عم ننفذ في الانستركشن، فهي الداتا وين بتتخزن؟ بتتخزن في الريجسترز. اوكي، طبعا الريجسترز من مميزاتها ان هي تعتبر very fast storage area، مشان هيك احنا عم نستخدمها في خلال processing. هلا اذا بنطلع هذا السلايد فعليا عم بيرجينا الكمبيوتر ميموري بشكل عام كيف تتقسم. الكمبيوتر ميموري mainly it's two parts. okay، في عنا الانترنال ميموري او المين ميموري، او كمان بنسميها البرايمري ميموري، اللي هي المقصود فيها الميموري اللي بتكون جوا الكمبيوتر نفسه واساسيه جدا وضروري كل كمبيوتر بتكون موجوده فيه. وفي عنا الاكسترنال ميموري، من اسمها اكسترنال هي ممكن انها بتكون خارجيه ما بتكون امبيدد جوا الكمبيوتر، او احنا نسميها السكندري ميموري اللي هي مش اساسيه لكن هي تعتبر ثانويه. هلا الانترنال ميموري في عنا نوعين، في عنا الرام اوكي وفي عنا الروم، في عنا الريد اونلي ميموري والراندوم اكسس ميموري. هلا الرام والروم في عنا اللي هي فولاتايل او نون فولاتايل، اللي هي بتكون اللي معلوماتها اول ما بنطفي الجهاز بتروح زي الرام، والروم اللي هي بتحافظ على الانفورميشن، اللي تكون الانفورميشن ضروريه حتى بعد ما بنعمل تيرن اوف للجهاز ستيل بتضل موجوده. هلا الرام في عنا كمان لها كثير انواع، في عنا الاس رام والدي رام، الدي رام كمان لها انواع، الاس دي رام، الار دي رام، الدي دي ار اس دي رام والى اخره، هاي التقسيمات تاعتها. الاكسترنال ميموري زي مثلا الكومباكت ديسك، الكومباكت ديسك هي السي دي، في عنا اليو اس بي او الفلاش درايف، في عنا الاس اس دي، هلا حاليا كثير شائعه الاس اس دي، وفي عنا الهارد درايف ديسك او الهارد ديسك درايف اللي هي الهارد ديسك تاع الكمبيوتر. اوكي، هلا بالنسبه للميموري، اول نوع حكينا البرايمري ميموري، حكينا انهم تو تايب الرام اند الروم. هلا الرام هي الراندوم اكسس ميموري. هلا هاي عباره عن ميموري سكيم مسؤوله عن انه انا بخزن الداتا بشكل مؤقت. اوكي، هاي الداتا ليش بخزنها بشكل مؤقت؟ انه سي بي يو ممكن تحتاجها لعمليه البروسيسنج، فبتخزنها مؤقتا حتى انها بتستخدمها لما هي بتحتاجها. هلا الرام بشكل عام هي احنا نسميها فولاتايل نيتشر، المقصود فيها متطايره. ايش يعني متطاير؟ المقصود انه هي اول ما احنا بنطفي الكمبيوتر او نعمل له مثلا ريستارت او تيرند اوف دايركت، هاي الداتا بتنمسح من الرام، الرام زي انه بتفضى كامل. تمام، هلا الرام بيخزن هاي الداتا بشكل عشوائي، عشان هيك بسموها ذاكره التخزين العشوائيه، والبروسيسور لما بده يحتاج هاي الداتا بيعمل اكسس بشكل عشوائي لهاي الرام، لانه بيكون هو عارف الميموري سيل اللي هي مخزنه فيها، اللي هي تقاطع الروما الكولوم، فبالتالي مشان هيك سموها الراندوم اكسس، لانه يو كان اكسس اني ميموري سيل اذا احنا كنا بحاجتها.
هلا النوع الثاني من البرايمري ميموري اللي هي الروم. الروم اللي هي read only memory. read only memory هي permanent form of the storage، يعني هي دائمة. ايش يعني دائمة؟ يعني حتى لو احنا عملنا turn off للجهاز هاي الداتا حتضل مخزنة عليها، وبالاضافة انه it cannot be modified. الديفايسز ما بتقدر بتعدل هاي الداتا، فمشان هيك الروم دائما بنخزن فيها الداتا اللي جدا ضرورية للاوبريتنج سيستم عادة. السكندري ميموري احيانا بيكون عندنا رام، الروم اكيد ما بكفوا انه نخزن انفورميشن، وهي اصلا انفورميشن خاصة في السي بي يو بتتخزن فيها، بحاجة انه احنا بنخزن داتا او برامج بشكل دائم نحتاجهم وبدنا اياهم حتى لو عملنا تيرن اوف للجهاز. اكزامبل عليهم زي الهارد ديسك، مثلا انت بدك تخزن صور، بدنا نخزن سلايدز، بدنا نخزن بوكس، اي شيء احنا بدنا اياه، فبنحتاج مثلا زي الهارد ديسك، زي السي دي، زي الدي في دي، زي الفلاش ميموري. هاي عباره عن سكندري ميموري احنا بنحتاجها وبتساعدنا انه نخزن داتا عليها بشكل دائم. اول نوع من انواع السكندري هي الهارد ديسك. الهارد ديسك احنا بنسميه ديسك درايف او الاتش دي دي. هلا هو بيخزن الانفورميشن اللي احنا بدنا اياها، طبعا لارج اماونت اوف داتا، بيخزنها بشكل دائم. بيعتمد عنا طريقه الكويك اكسس، لانه هي بتخزن الداتا بطريقه انها على الكترومغنيتيكالي تشارج سيرفيسز، وفي طريقه معينه لقراءه الداتا منها. عاده لما احنا بنخزن نعمل انستاليشن لبرامج او فيديوهات، كل هاي الاشياء عاده بتتم على الهارد ديسك. هلا حاليا في عنا نوع جديد من انواع السكندري ميموري غير الهارد ديسك اللي هو الاس اس ديز. هلا هذا النوع ممكن بيحل او بيصير الاكثر شيوعا، يعني هون في عنا كوتس انه كمبيوتر وورد في 2009 بحكي لنا جوجل كروم اوبريتنج سيستم ويل نوت سبورت الهارد ديسك درايفز. في عنا الاس اس دي ويل ليد تو ا فاست بوت تايم. هلا هو اسرع بكثير من الهارد ديسك لانه عمليه البوتينج للكمبيوتر بتصير اسرع، مشان هيك هلا حاليا اللي الكمبيوتر عنده بشوي بيكون بطيء ممكن بدعمه بالاس اس دي فبيصير عمليه البوتينج اسرع. اوكي، واحتمال لا لقدام، طبعا ما في شيء عندنا احنا غريب في التكنولوجيا او في عالم الانترنت والكمبيوتر، ممكن بحل مكان الهارد ديسك درايف. هلا هون مثلا حتى بنعرف السرعه، هون عندي السلايدز ببين لي انه ما بين السي بي يو لما بنقرأ داتا من رام او اس اس دي او هارد ديسك درايف انه قديش السرعه ممكن انها بتكون. تمام، يعني هون لاحظوا انه اول شيء عندنا الاس اس دي اذا كان عندي مثلا بالتيرا، تمام، لانهم هم بيخزنوا لارج اماونت اوف داتا. اوكي، هلا هون عندنا مثلا هارد ديسك درايف راح تكون السرعه من 50 ل 100 ميجا بالسكند، بينما الاس اس دي 600 ميجا بالسكند، يعني خلينا نحكي ما يقارب الست او سبع اضعاف، او ممكن بيوصل ل 1 جيجا في السكند، which is يعني سرعه عاليه جدا. الرام عندنا ممكن 80 جيجا بالسكند، لكن عن طريق شيء اسمه احنا بنسميه الميموري باس. هلا هذا السلايد بيبين لنا الاستورج ايفولوشنز كيف تمت عبر السنين. لاحظوا بالخمسينات عندنا الفيرست تيب درايف كيف كان حجمه بشكل جدا هائل، ممكن ما بتكون بيخزن بشكل كثير كبير. بالستينات صار عندي الديسك داتا ستورج، ممكن كانوا بحاجه لغرف لاحجام كبيره من السبيس حتى انهم بيقدروا بيخزنوا الداتا. بعدها صار في عندي الكاسيت تيب في الستينات. في السبعينات في صار عندي الفلوبي ديسك كان سعته 5 ميجا او something like this. يعني في الثمانينات صار في عندنا الهارد ديسك درايف ستيل مستخدم، ولكن حاليا الاس اس دي هو الاكثر شيوعا. يعني لاحظوا الكاركترستيك لاي لابتوب حاليا جديد رح تلاحظوا انه الاس اس دي هو الاكثر شيوعا. السي دي والدي في دي يعني لفتره نوعا ما قصيره كنا عم نستخدمها، حاليا مثل ما حكيت لكم بطلنا بنعتمد عليهم. وحاليا في التسعينات صار في عندي اليو اس بي درايف وفي الميموري كارد خاصه مع الموبايل سمارت وهي الاشياء. في ال 2000 بعد ال 2000 صرنا بنعتمد على الاس اس دي او السوليد ستيت درايف. راح تلاحظوا انه احنا لما بنتقدم، يعني كل ما مشينا في الزمن بالتطور الحجم بقل
ولكن سعة التخزين عم بتصير إيش مالها إيفيشنت، بتصير كثير أكبر. يعني مثلا الفلوبي كان يمكن 1 ميجا، بينما لما بنحكي عن الأس أس دي بيكون في عندي ممكن 100 تيرا، أوكي؟ فحجم هائل جدا، كبير جدا. بالمقارنة الحجم كثير صغير، حجم الداتا كبير ولكن حجم السايز للأس أس دي بيكون كثير صغير. اوكي، هلا ايش نوع اللي هو ايش هو السوليد ستيت درايف؟ السوليد ستيت درايف ببساطه هي نوع من انواع السكندري ميموري الجديده. هي عباره عن النيو جينيريشن فعليا من الستورج ديفايسز. الجينيريشن القديمه هي الهارد ديسك. الاولدر هارد ديسك كان ببساطه بيستخدم في عندنا ريد رايت هيد اللي هو موفينج بارتس، حتى انه انا بحصل على معلومه معينه، هو هذا المؤشر القراءه والكتابه لازم بتحرك بطريقه معينه حتى بيعمل اكسس او بيوصل المعلومه اللي احنا بدنا اياها. منشان هيك عمليه البوتينج للكمبيوتر بتكون ابطا، عمليه الحصول على المعلومه او انك بيسترجع لك المعلومه بتكون جدا ابطا. بينما حاليا الاس اس دي تعتمد، خلينا نحكي تعتبر اسرع بكثير من الهارد ديسك ببساطه لانه هي بتعتمد على نيو تكنولوجي اللي هي الفلاش بيزد ميموري. الفلاش بيزد ميموري هي عباره عن ميموري تشيب، اوكي؟ هاي الميموري تشيب اسمها الناند فلاش ميموري. هلا هاي طريقتها ما فيها موفينج بارتس، هي بتعتمد على تكنولوجيا معينه بحيث انه الاكسس تايم يعني سرعه الوصول للانفورميشن اللي احنا بدنا نقراها اسرع بكثير من الهارد ديسك. مثل ما شفنا قبل شوي في السلايد انه السرعه بتكون فعليا اسرع بكثير من الهارد ديسك. منشان هيك احنا حاليا هي كنيو تكنولوجي هي مستخدمه بشكل كثير كبير، وفعليا عم بتحل محل الهارد ديسك بشكل كثير كبير في اللابتوب وفي الديسك، في الديسكتوب اللي حاليا موجودين. هلا وين ممكن انه بتفيدنا الاس اس دي؟ الاس اس دي حاليا اغلب اللابتوب، خلينا نحكي الجيل الجديد او الجينيريشن الجديده، بتعتمد على الاس اس دي بشكل كثير كبير. لكن ان جنرال وين ممكن نستفيد من الاس اس دي؟ مثلا اذا كنت انت شخص بتحب الجيمنج، في موضوع الجيمنج الاس اس دي جدا مهم انها بتكون موجوده في الجهاز اللي انت عم تشتغل عليه، ببساطه لانه احنا بنعرف عمليه لما احنا نلعب جيم بدنا نكون بدنا جهاز جدا سريع، لانه اكيد في اشياء كثيره زي الماب، زي كاركترز معينه، في عندنا سرعه معينه حسب طبعا طبيعه الجيم. وجود الاس اس دي بيسرع بشكل كثير كبير من، خلينا نحكي بيعمل انهانس للجيم، وبالتالي البرفورمانس لهي الجيم بتصير اسرع وافضل. موضوع الموبيليتي اللي هي انه الاس اس دي في عندنا لو باور ريكويرمنت، فبالتالي هي بتحافظ على عمر البطاريه بشكل افضل، فبالتالي هي تعمل كونتريبيوشن تو فور ذا بيتر باتري لايف ان ذا لابتوب اند ذا تابلت. في عندنا كمان بالسيرفرز، السيرفرز نعرف انه هو اللي بيقدم سيرفيسز معينه لمجموعه من الكلاينتس بي سي، بالتالي هذا السيرفر لانه راح يكون عنده كثير داتا وفي بروسيسنج عالي، بالتالي هو بحاجه لاس اس دي بيكون جدا سريع، حتى انه احنا بنحاول نخدم الكلاينتس بي سي بشكل اسرع وافضل. هلا لو بدنا نيجي بنقارن ما بين الهارد ديسك درايف وما بين السوليد ستيت درايف، ما بين الاتش دي دي والاس اس والاس دي دي، في طبعا اكثر من جانب ممكن بنقارن فيه ما بينهم. اول نقطه من ناحيه السبيد، من ناحيه السبيد الهارد ديسك درايف عنده بطء اكثر، عنده هاير لاتنسي، بينما الاس اس دي عنده اقل. هلا لانه الهارد ديسك درايف في عنده ريد رايت هيد، هاي في رح المفروض انها بتتحرك، في موفينج بارتس. هلا هاي الموفينج بارتس رح تاخذ تايم، لما بتاخذ تايم فبالتالي هو حيصير ابطا في القراءه وفي الكتابه، بالتالي هو رح يعمل سبورتس لانبوت واوتبوت اوبريشنز في الثانيه الواحده اقل بكثير مقارنه بالاس اس دي. الاس اس دي لانه عنده لور لاتنسي ولانه ما في موفينج بارتس عندنا، فبالتالي عمليه الريد اند رايت رح تكون اسرع بكثير من الهارد ديسك درايف. بالتالي ما انه عمليه الريد والرايت اسرع، هذا الشيء رح بيخليه انه بيخدم انبوت اند اوتبوت اوبريشنز اكبر من الهارد ديسك درايف. لو بدنا نيجي نحكي عن عمليه الهيت، اللي هي خلينا نحكي انه بنحس انه الجهاز عليه زي انه لو بنحط ايدنا على مكان الهارد ديسك بنحسه انه مثلا سخن، او الالكتريسيتي قديش عم بيصرف كهرباء، او نويز اللي هي لما احنا اول ما بنشغل الجهاز بنحس في صوت بيعمل بوتينج زي ازعاج. هلا لو بدنا نقارنه ما بين الهارد ديسك درايف وما بين الاس دي دي، الهارد ديسك
لأنه في عملية روتيشن، تمام؟ في عنا زي مؤشر للقراءة والكتابة رح يتحرك، هذا الإشي بده إلكتريسيتي حتى إنه بيعمل ريد أند رايت. بالإضافة هاي الحركة بتأثر إنه رح تعمل جنريشن جنريتنج لهيت، وبالإضافة إنه رح تعمل لنا نويز. هلا الأس دي دي لأنه ما في عملية روتيشن، لأنه هو عم بيعتمد على الناند تشيب ميموري، لأنه ما في عنا عملية روتيشن، هذا الإشي رح يخلي الباور اللي بحتاجه أقل، بالإضافة إنه ما حيكون في عنا لا هيت ولا نويز. من ناحية الكومبوننتس، الهارد ديسك درايف في عنا موفينج بارتس، في عنا بارت عم تتحرك، بينما الأس دي دي أكيد ما في موفينج بارت لأنه عم بيعتمد على ميموري تشيب زي الناند ميموري. أكيد كوزن إذا بدنا نقارن الهارد ديسك يعتبر heavier than الأس أس دي، بينما الأس دي دي هو أخف بكثير من الهارد ديسك درايف. هلأ ممكن يكون في حدا منكم بيسأل إنه أوكي هلأ أنا ديسكتوب أو اللابتوب عندي فيه هارد ديسك درايف وأنا عم بعاني من بطء، فهل ممكن إني أعمل ريبليسينج ما بين الـ HDD والـ SSD؟ Of course yes. ريبليسينج الهارد درايف بالـ SSD هي أفضل إشي ممكن إنه إحنا بنعمله حتى بنعمل إمبروف للبرفورمانس أوف أور كمبيوتر، أوكي؟ أو إذا كان في عندي أنا كمبيوتر وما بدي أستغني عنه لكن بدي إياه بيصير فاستر، أسرع، بيرفورمانس أفضل، فأنا ببساطة ممكن إني بشتري الـ SSD وبحطها عندي أو بعملها ريبليسمنت، وبيكون طبعاً ممكن تكون 1 تيرا أو حتى أكثر، وكل هذا السعر ما بتجاوز 100 دينار، وحتى حالياً ممكن إنه بتكون أرخص من هيك بكثير كمان، يعني أراوند ممكن 40 أو 50 دينار، أوكي؟ أحد أنواع السكندري ميموري المستخدمة بشكل كثير كبير لكن هي بتكون in general external، اللي هي الأوبتيكال ديسك والفلاش. هلا الأوبتيكال ديسك درايف اللي هي الـ ODD هي عبارة عن ديسك درايف بيستخدم الليزر لايت حتى بيخزن الداتا. أكيد هي كانت الأكثر شيوعاً في عملية لما بدنا نعمل داونلود أو انستول برنامج معين مثلاً، أو بنخزن داتا إحنا بحاجتها لاحقاً. For example هلأ في عنا 3 أنواع من الأوبتيكال ديسك درايف، في عنا CD DVD والبلوراي ديسك. الاختلاف الوحيد فيما بينهم هي عملية خلينا نحكي السايز أو السعة اللي ممكن بيخزنوها. CD بيخزن around 700 ميجا، DVD أكثر بيوصل 8.4 جيجا، وبالإضافة للبلوراي ديسك بيخزن up to 50 جيجا بايتس. الفلاش ديسك أكيد كلنا استخدمناها وستيل عم نستخدمها. الفلاش ديسك هي عبارة عن ستورج بتعتمد على التكنولوجيا اللي هي بتعتمد على إنها أو مصنعة من الفلاش ميموري تشيبس. هلأ سموها ديسك هي مجازياً يعني تسمية، لكن هي ما بتتكون من ميكانيكال بلاتر زي السي دي والدي في دي أو أكسس آر مثلاً حتى للقراءة والكتابة، لكن هي تكنولوجيا شبيهة نوعاً ما بالهارد درايف. موجودة بأحجام مختلفة وبسايزات مختلفة لكن هي تعتبر أسرع من السي دي والدي في دي. هلا لو بدنا نقارن ما بين الرام الراندوم اكسس ميموري والهارد ديسك، كونهم الاثنين هم عبارة عن امبيدد موجودين اوريدي في الكمبيوتر، طبعا اكيد في فروقات ما بين الرام وما بين الهارد ديسك درايف از سكندري ميموري، والرام هي عبارة عن مين ميموري، هلا رح نحكيها في النكست سلايد. هلا الكومبارزن ما بين الرام والهارد ديسك اكيد في فروقات كثير كبيره فيما بينهم. هلا الرام هو راندوم اكسس ميموري فهو بالتالي يعتبر من البرايمري ميموري، الهارد ديسك هي عباره عن سكندري ميموري، اوكي. هلا من ناحيه الميموري الرام بيخزن من 2 جيجا تو 8 جيجا، طبعا سابقا كانت يمكن اقل السايز، وانت بتزيد رامات احنا بنحكيها حسب ما انت بحاجه، وكل ما كان عندك رام اكثر كل ما كان سرعه الجهاز افضل، اوكي. بينما الهارد ديسك درايف انه انت معك من خلينا نحكي بالجيجا اب تو تيرا، يعني في ممكن يكون 1 تيرا 10 تيرا حسب الاشي اللي موجود انت. الرام هو تمبرري ستورج يعني هو فعليا بيخزن لك بشكل مؤقت جدا، بينما الهارد ديسك بيخزن الفايلز البروجرام الفيديو اي شيء انت بدك تخزنه يخزن عليه بشكل دائم. فبالتالي لو انه انا مثلا عملت تيرن اوف للجهاز في الرام كل شيء عليه راح يعمل له كلير راح يروح، بينما الهارد ديسك اكيد لما انا اعمل تيرن اوف اكيد ما راح تروح الداتا اللي موجوده عليه. اذا صار في كراش للكمبيوتر، الكمبيوتر مثلا طفى فجاه، عمل ريستارت فجاه،
خرب شيء معين مثلا انا عندي، في هاي الحاله الرام اكيد راح تفقد كل الانفورميشن اللي موجوده فيها او مخزنه فيها بشكل تمبوري، بينما الهارد ديسك اكيد الكونتنت راح تضل موجوده اذا الكمبيوتر صار له كراش بشكل معين. الرام مكون من مايكرو بروسيسورز، الهارد ديسك مكون من شيء نسميه الهارد ديسك اللي هي البلاترز اللي فيه لها خلينا نحكي انه هيد للريد اند رايت. الرام عادة بيكون فيه كوبي من بروجرام معين او من ديتا معينة بده يستخدمها حتى انه اسرع للسي بي يو، بينما الهارد ديسك بتكون في عندي مخزنة الكوبي بشكل او الاوريجينال كوبي بتكون موجودة بشكل بيرمننت. هون بنوقف لنهاية البارت الاول من chapter 1 اللي هو الانترودكشن about the computer. في النكست بارت ان شاء الله بنكمل الـ slides.